إلينا هاني هلال مراسل شبكة شام الإخبارية من ريف إدلب. أولا ضعنا في تفاصيل المعارك في معسكر وادي الضيف. مساء الخير. أهلا بك. اليوم بدأت قوات الثوار بشن هجوم عسكري واسع النطاق على حواجز معسكر وادي الضيف شرق مدينة معرة النعمان. شمل هذا الهجوم العسكري حاليا تمهيد بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة ومدافع جهنم ورشاشات الشيلكا. منذ الصباح بدأ الثوار بقصف ودك معاقل قوات النظام في حواجز معسكر وادي الضيف. حتى منذ ساعة تقريبا كانت نتائج هذه المعركة حتى الآن هي تدمير دبابتين وعربة بي ام بي في حواجز معسكر وادي الضيف. أيضا كان هناك احتراق شاهدنا ألسنة اللهب تندلع من مستودع للذخيرة في حواجز عين قريع التابعة لمعسكر وادي الضيف. أيضا سمعنا عبر قبضات اللاسلكي من قوات النظام عن مقتل ضابط برتبة عقيد في صفوات النظام. أيضا سمعنا عبر أيضا قبضات اللاسلكي كانت عناصر النظام تستغيث في وتتكلم مع مطار حماة العسكري ليقوم بمؤازرتهم عبر الطيران الحربي. اليوم الطيران الحربي منذ الساعة 6:30 صباحا وحتى غياب الشمس لم يغب ولو لحظة واحدة عن سماء المدينة. يعني في أكثر الأوقات كان هناك 3 طائرات في السماء جميعها تقصف مدينة معرة النعمان والجبهة الشرقية للمدينة وريف معرة النعمان الشرقي. أيضا كان هناك قصف مدفعي عنيف جدا من معسكر القرميل على المدينة وعلى جبهات المدينة المشتعلة. أيضا كان هناك قصف في صواريخ الأرض من بلدة جورين في ريف حماة المسيطر عليها. قوات النظام تخطى صاروخ أرض أدى إلى دمار كبير نصف حارة تقريبا سويت بالأرض. هاني هلال مراسل شبكة شام الإخبارية كنت معنا من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك.